بس مش عايزه مامي. بس يا هاني ما تقلقيش يا حبيبي، انا معاكي انا معاكي. هاني فين؟ هاني جوه. هو انت مين؟ انا هقول لحضرتك تعالي بس شوفيها الاول عشان هي جوه تحت. هاني مامي تقريبا سقطت. وانت بتحمل يا هانيا؟ طب ازاي؟ حمل من مين؟ انت اللي عملت فيها كده؟ انت اللي عملت فيها يا حيوان؟ انت سبب في كل اللي انا عملته لك يا حيوان؟ يا حيوان انت قاعد ليه؟ ما كفايه قوي لحد كده. هي لما تصحى ناخدها ونروح. تروحي بيها فين حضرتك؟ هروح بيتنا. هو معلش يا طنط، متهيألي انه حضرتك في حاجه فاهمها غلط. هو هانيه مش هينفع تروح مع حد غيري. انت عايز ايه بالظبط؟ عايز منها ايه اكتر من اللي انت عملته؟ عايز فلوس؟ لا، هو واضح يا طنط ان حضرتك مش فاهمه حاجه خالص. مش بس فاهمه حاجه غلط، هانيا مراتي. مراتك؟ ايوه مراتي، وانا بحبها وهي كده كده هتروح على بيت جوزها. كمان هي اصلها هتبقى محتاجاني قوي لما تفوق، علشان انا الوحيد اللي ههون عليها الصدمه. فارجوك يا طنط، يعني انا همشي دلوقتي وهاجي بكره الصبح اخدها ونتكل على الله. خايف ارجع المستشفى الاقيها خدت البت ومشيت. مين دي اللي تاخد بت وهي في حاله زي دي؟ مفيش الكلام ده، لا يمكن. ولا افترض يا سيدي ان هي خدتها، هو يعني هتغلب؟ هتكت زي ما كتت قبل كده؟ ساعات كتير بحس بالذنب عشان طوعتها وخليتها تسيب البيت وتهج وتيجي تأجر معايا شقه. طب وحياة اللي خلقنا يا جدع، لو اختك مكانها كنت هتعمل ايه؟ كنت هقتلها واقتل اللي معاها. يبقى لازم تحس بالذنب يا علي. مش ذنب هانيا بس، في كمان ذنب العيل اللي لسه ما شفتوش. بتوجع قوي يا انس، بتوجع قوي لما تبقى مستني عيل كمان كام شهر وفجأة تلاقيه شوية دم انت مش عارف تعمل بيهم ايه. ايه يا علي؟ ايه يا جدع؟ ولا كنت تعرف انك تفهم يعني ايه عياط اصلا؟ ايه ده كده وصلي على النبي في قلبك. احمد ربنا ان هي بخير، محدش عارف الخير فين يا. مش
يمكن العيل ده لو كان جه كان يطلع مش كويس في مخه مثلا ولا في جسمه، والضرب مع الحمل يا صاحبي عمره ما يطلع عيل سليم. احنا زبالة هلا قوي، زبالة يعني معفنين، ما عرفناش نسيطر على كيفنا ثلاث اربعة اشهر لحد ما العيال راح. معلش انا حاولنا والله العظيم ثلاثة حاولنا بس ما عرفناش يعني ما. انا قلت لك المخدرات هي اللي بتسيطر على صاحبها مش العكس.